حالتين، عندنا لا سيزاريان اون اورجونس اللي هي حاله طارئه، وعندنا لا سيزاريان بروغرامي. داكوغ، دونك لا سيزاريان اون اورجونس هي لا سيزاريان اللي ما كناش نستناو فيها، كانت المراه كانت رايحه تزيد ولاده طبيعيه، بصح في اخر لحظه صرا مشكل اللي il nous a obligé نروحو نديرو هاد العمليه القيصريه. هاد لي كا هما كيكون البيبي بدا يضعف القلب ديالو، اون ابيل سا اون سوفرونس فوتال. دونك هنا سي بور ان سوفتاج فوتال، سيتادير لازم رانا نشوفو بلي البيبي اللي اون تران دو سوفرير لازم نخرجوه في اقرب وقت. وكيفاش نخرجوه في اقرب وقت؟ هي العمليه القيصريه. بصح هنا في النقطه هذه دكتور، علاش يكون القلب تاعو بدا يضعف؟ ممكن من نقص الاكسجين عنده ولا جوستومون باسكو دي فوا لي كونتراكسيون اوتيرين عند تقلصات الرحم تمنع انه يلحق له الاكسجين اللي نورمالمون يلحق له عبر المشيمه اللي نقولوا بالعاميه خوت صغير. هذوك التقلصات يكونوا بزاف قويين ما يخلوش الاكسجين يجوز للبيبي، اي سي بور سا القلب تاعو يضعف. دونك هنا ما عندناش بزاف الوقت، يفو ليكستخير نحوه اون اورجونس. عندنا ثاني رانا اون بلان ترافاي، المريضه راهي تافونسي، بصح نشوفوا باللي الماء لو ليكيد امنيوتيك الماء تاع السقيه ولا خضر. هنا عندنا حالتين، كي يكون العمل ما بقالوش بزاف وحنا اوني اون تران دو سورفيي لو كور دو بيبي، الا كان قلبو راه مليح مالغري شفنا الماء ولا خضر رانا نعسو ونكملو الولاده الطبيعيه. بصح الا كان المراه في الفتيح تاعها مازالها بعيده ونشوفو الماء ولا خضر، هنا الماء ولا خضر واش معناتها؟ سي لو بيبي كي اون تران دو سوفرير، باسكو نورمالمون الماء يكون شفاف كيما الماء عاده، بصح علاه يولي خضر؟ سي تقلصات هادوك elle agit sur le bébé. Le bébé, normalement, il ne fait pas caca dans le ventre de sa maman. Kikoun, il souffre, il y a un relâchement des sphincters, c'est-à-dire il est tellement relâché qu'il fait caca dans le ventre de sa maman. Voilà, ben la camel, le premier caca du bébé, khdar. Donc, quand il fait caca dans le ventre de sa maman, le mahadak est oulé khdar. Et c'est un signe de souffrance. Aliha, qu'on il a kent l'mara mftouha, mabqalhash bzaf, تزيد نكملوا الولاده الطبيعيه تاعنا وحنا رانا نعسوا في دقات القلب تاع البيبي. هما الاهم اكثر من الاخضرار. اكزاكتومون. باغ كونتخ الا كان الدقات بداو ينقصوا والمريضه سورتو راهي بعيده باش تزيد، هنا ثاني لازم نروحوا للولاده القيصريه. عندنا ثاني الحاله المريضه راهي اون بلان ترافاي اوسي، بصح اون رومارك راهي تسيل بالدم، يا اون ايموراجي. هنا سي ان سوفتاج ماتيرنال، ما نخلوهاش تفرغ من الدم تاعها، دونك نروحوا ديراكتومون للولاده القيصريه. دونك هادو هما الحالات تاع استعجاليه، ما كناش نستناو لا سيزاريان، بصح اون dû la faire dans le cas de l'urgence. Par contre, l'ouïlada al-qaïsariya programmée, c'est-à-dire mille-l'ouïl, l'marida kan ala belha billi raha tziyid bil-amaliya al-qaïsariya. عندنا كي تكون المرأة عندها اكثر من ولاده قيصريه، سيتادير ان يوتيروس بيسيكاتريسيال. سي فري كو دوك في البلدان المتقدمه يقول لك لازم تكون عندها ثلث قيصريات باش ديريكتومون نديرو اون سيزاريان، بصح حنا في بلادنا مازالنا بزوج قيصريات. كيفاش ثلث قيصريات باش ما فهمتش؟ سيتادير ديجا زيدت زوج عمليات. داكوغ. هنا علاه نروحو ديريكتومون للقيصريه؟ باسكو لا سيكاتريس الي فراجيل. باسكو رانا فتحنا دو فوا لوتيروس وغلقناه، هذيك لا سيكاتريس تقعد اون زون دو فراجيليتي، سيتادير نخافوا عليها مع التقلصات تقدر هي اللي تفتح الاولى. فوالا.